اخبار زمان واهل زمان عاشوا ازاي وواجهوا ايه وعاصروا ايه. عشان كده قررت اعمل سلسله بسيطه جدا ومختصره عن اخبار زمان. خلونا نتناقش مع بعض ونعرف افكار بعض ونشوف ايه اللي حصل زمان. كل واحد يحضر فنجان القهوه عشان ندردش مع بعض. ما تنسوش تكتبوا ارائكم في الكومنتس تحت. النهاردة هنتكلم عن الدولة السعودية الأولى، مين أسسها وكيف نشأت وسقطت إزاي. الدولة السعودية الأولى نشأت على إيد الشيخ محمد بن سعود سنة 1744، وشبه الجزيرة العربية أصلا في الوقت ده كانت تحت الخلافة العثمانية. الشيخ محمد بن سعود اتحد مع صاحب الحركة الوهابية محمد بن عبد الوهاب وبدأوا يكبروا الدولة لحد ما وصلوا لأراضي بغداد، وده خلى الوالي العثماني يقلق منهم جدا بعد جيش وانهزم. الوالي العثماني مكانش قدامه غير ان يتكلم محمد علي والي مصر في الوقت ده. بلاده هدأت واستقرت وبدأ يعمل جيش كبير في مصر. وقتها محمد علي بعت ابنه طوسون، انهزم طوسون وعمل صلح. الصلح ما عجبش الدولة العثمانية. محمد علي بعت ابنه الكبير ابراهيم باشا. ابراهيم باشا قبل ما يوصل لبلاد الحجاز خد معاه خبراء عسكريين اوروبيين من كل مكان. بوصول جيش إبراهيم باشا لأراضي الحجاز تم هزيمة محمد بن سعود والقضاء على الحركة الوهابية. محمد بن سعود قرر يتكلم إبراهيم باشا ويوصل لصلح. إبراهيم باشا رفض الصلح إلا في بنود معينة، البنود إن يسلم الجيش السعودي نفسه للخلافة العثمانية، وإن محمد بن سعود يسلم نفسه لبلاد الأناضول، وقتها يقدر يسيب الدولة السعودية الأولى. وبالفعل فعلا ده اللي حصل، محمد بن سعود سلم نفسه لبلاد الأناضول. ولكن اللي حصل كانت نهاية مأساوية. تم إعدام محمد بن سعود، وزي ما عبد الرحمن الجبرتي أشهر مؤرخ في الوقت ده اللي عاصر كل الأحداث دي كتب، نهاية الدولة السعودية الأولى كانت بإعدام محمد بن سعود في بلاد الأناضول، وكمان مثلوا بجثته وضعوا رأسه في المدفع وقاموا بدفعه، ومثلوا بجثته وحطوها على جسر أو على سور وحطوا خنجر فيها. روى كمان عبد الرحمن الجبرتي وقال ان بعد عودة الجيوش العربية والمغربية وبلاد الشام بعد ما خلصوا المعركة كان معاهم نساء وغلمان واطفال وقاموا ببيعهم في مصر، وتساءل كيف يباعوا وهم احرار. وبكده الدولة السعودية الاولى انتهت. عايز اعرف ارائكم وقريتوا ايه او سمعتوا ايه عن الدولة السعودية الاولى، وكل واحد يتخيل لو الدولة السعودية الاولى لسه موجودة لحد دلوقتي، هل الأحداث كانت هتفضل زي ما هي؟ باي باي.